بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل المخلوقين. نرحب بكم معنا في رحلة ساحرة عبر العصور والحضارات لاستكشاف الحكايات والقصص التاريخية، فلنكن جزءا من الماضي والحاضر. لا تنسوا الاشتراك في القناة. حكاية اليوم هي كتالي: خذ رجل عجوز في أحد الأيام هاتفه إلى محل التصليح، فأخبره المصلح أن الهاتف سليم تماما ولا يوجد به أي خلل. انهمرت دموع العجوز المسكين وأردف قائلا: إذن لماذا لا تصلني أي مكالمات من أبنائي؟ يحكى أن المهاتما غاندي كان يركض بسرعة ليلحق بالقطار، والذي كان قد باد بالتحرك، ولكن إحدى فردتي حذائه سقطت أثناء صعوده على متن القطار، فخلع فردة حذائه الثانية ورماها قريبا من الفردة الأولى. فاستغرب أصدقاؤه وسألوه: لماذا رميت فردة حذائك؟ فقال غاندي: أردت للفقير الذي يجد الحذاء أن يجد الفردتين كي يكون قادرا على استخدامهما، فهو لن يستفيد إن وجد فردة واحدة، كما أنني لن أستفيد منها أيضا. تعطل محرك سفينة، فاستعان أصحاب السفينة بجميع الخبراء الموجودين، بحثوا عن الخلل دون جدوى، وبعد جهد كبير عثروا على شاب يعمل في إصلاح السفن، وقد كانت مهنة أبيه. وصل الشاب وبصر العمل بفحص المحرك بشكل دقيق من القمة إلى القاع، وبعد دقائق معدودة أنهى الفحص وذهب إلى حقيبته، فأخرج مطرقة صغيرة وبهدوء شديد طرق على جزء من المحرك دون أي جهد يذكر، فعاد المحرك للحياة. طلبوا منه فاتورة الإصلاح، فإذا به قد كتب 10,000 دولار. صدم أصحاب السفينة قائلين له: نريد فاتورة مفصلة عن العمل. فقال: الطرق بالمطرقة $1، معرفة أين وكيف تطرق $9,999. كان هنالك 4 طلاب جامعيين قضوا ليلتهم في الاحتفال والمرح، ولم يستعدوا لامتحانهم الذي تقرر عقده في اليوم التالي. وفي الصباح اتفق أربعتهم على خطة ذكية، قاموا بتلطيخ أنفسهم بالوحل واتجهوا مباشرة إلى عميد كليتهم، فأخبروه أنهم ذهبوا لحضور حفل زفاف بالأمس، وفي طريق عودتهم انفجر أحد إطارات سيارتهم، واضطروا نتيجة لذلك لدفع السيارة طول الطريق. ولهذا السبب فهم ليسوا في وضع مناسب يسمح لهم بخوض الاختبار. فكر العنود لبضعة دقائق ثم أخبرهم أنه سيؤجل امتحانه ل3 أيام. فشكره الطلاب الأربعة ووعدوه بالتحضير الجيد للاختبار. وفي الموعد المقرر للاختبار جاءوا إلى قاعة الامتحان، فأخبرهم العميد أنه ونظرا لهذا الظرف الخاص سيتم وضع كل طالب في قاعة منفصلة. كان الامتحان يشتمل على سؤالين فقط: السؤال الأول: ما هو اسمك؟ علامة واحدة. السؤال الثاني: أي إطارة السيارة انفجر يوم حفل الزفاف؟ 99 علامة. في أحد الأيام كان هنالك ثعلب يتمشى في الغابة، وفجأة رأى عنقود عنب يتدلى من أحد الأغصان المرتفعة. هذا ما كنت أحتاجه لأطفئ عطشي، قال الثعلب لنفسه مسرورا. رجع 4 خطوات للوراء ثم قفز محاولا التقاط العنقود، لكنه فشل، فحاول مرة ثانية وثالثة واستمر في المحاولة دون جدوى. أخيرا وبعد أن فقد الأمل صار مبتعدا عن الشجرة وهو يقول متكبرا: إنها ثمار حامضة، على أي حال لم أعد أريدها. سيدة تدخل محل جزارة قبل الإغلاق مباشرة وتسأل: هل ما زلت تملك دجاجا؟ يفتح الجزار ثلاجته ويخرج الدجاجة الوحيدة المتبقية لديه ويضعها على الميزان. الدجاجة تزن 1.5 كيلوغراما. تنظر المرأة إلى الدجاجة وتتحقق من الميزان، ثم تسأل: هل لديك واحدة أكبر بقليل من هذه؟ يقوم الجزار بوضع الدجاجة مرة أخرى في الثلاجة، ثم يخرج نفس الدجاجة، ولكن هذه المرة يضع إبهامه بمكر شديد على حافة الميزان الإلكتروني ويعرض مؤشر الميزان الآن 2 كيلوغرام. قالت السيدة: إنه لأمر رائع، سأخذ كلا الدجاجتين من فضلك. حتى الآن لا زال رأس الجزار محشورا في الثلاجة يبحث عن الدجاجة الأولى. في جاي وراجو صديقين حميمين ذهبا في نزهة إلى الغابة للتمتع بجمال الطبيعة. فجأة رأيا دبا كبيرا يتقدم منهما، ففزعا وانتابهما الخوف الشديد.
كان راجو بارعا في تسلق الأشجار، فسارع على الفور إلى أقرب شجرة وتسلقها غير مبال بصديقه الذي لم يكن يحسن التسلق إطلاقا. أما في جاي ففكر قليلا وتذكر حينها أنه قد سمع بأن الحيوانات المفترسة لا تحب الجثة الميتة، لذا استلقى أرضا وكتم أنفاسه. وصل إليه الدب الكبير وراح يشمه ويدور حوله لبعض الوقت، ثم تركه وذهب. فنزل راجو من أعلى الشجرة وسأل صديقه ساخرا: ماذا قال لك الدب حينما كان يهمس في أذنك؟ وأجابه في جاي: قال لي أن ابتعد عن الأصدقاء أمثاله. ثم تركه ومضى في طريقه. يحكى أن شاعرا مدح أحد الملوك فأمر له الملك 100,000 دينار، ثم أمر الخازن ألا يصرفها له. وحين سأل الشاعر عن السبب قال الملك: أسعدتني بالكلام فأسعدتك بالكلام. باع تاجر ماكر لمزارع بئر ماء، وحين جاء المزارع ليروي أرضه من البئر اعترض التاجر طريقه وقال له: لقد بعت لك البئر وليس الماء الذي فيه، وإذا أردت أن تروي من البئر فعليك أن تدفع ثمن الماء. فرفض المزارع واتجه مباشرة إلى القاضي واشتكى إليه. فاستدعى القاضي التاجر ليستمع إلى الطرفين، ثم قال القاضي للتاجر الماكر: إذا كنت قد بعت البئر للمزارع بدون مائها فعليك بإخراج الماء منها، لأنه لا يحق لك الاحتفاظ بمائك فيها، أو ادفع إيجارا للمزارع مقابل الاحتفاظ بمائك في بئره. فبهت التاجر الماكر ولم يستطع الجواب. يحكى أن صيادا اصطاد مجموعة من العصافير في يوم بارد، ثم وضعها أمامه وصار يذبحها واحدا واحدا، وبقي العصافير تنظر إليه، وكانت دموع الصياد تنزل من عينيه بسبب البرد القارس والريح الشديد. فنظر عصفوران إليه وإلى دموعه، فقال أحدهما للآخر: انظر إلى الصياد المسكين كيف يبدو حزينا على ذبحنا، إنه يبكي شفقة علينا ورحمة بنا. فقال له العصفور الآخر بفطنة وذكاء: لا تنظر إلى دموع عينيه، ولكن انظر إلى فعل يديه.